ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. يا رب كلكم تكونوا كويسين وتكونوا في احسن حال. النهارده بقى يا جماعه يوم كله نشاط وحيويه، وبصوا وترويق وطبيخ وحاجات كتيرة قوي. انا بصراحه صحيت النهارده بدري، فحبيت ان انا اشارك كل يوم من اوله لاخره، اول ما بصحى من النوم لحد ما بخلص كل حاجه. يعني انا النهارده مصوركم كل حاجه انا عملتها النهارده. اول حاجه طبعا هفتح الاوضه. طبعا يا جماعه انا عامله الاوضه دي متاخر لان لما طبخت وخلصت وكده، بس انا مصوره لكم بالترتيب، يعني لو التنظيف بعدها الاكل كده. فاول حاجه هعملها بقى اللي هو هنوع الاوضه مع بعض. الاوضه يا جماعه كانت تضرب تقلب بجد، اللي هو انا بس ما عملتش حاجه امبارح، يعني عشان انا كنت منظفه الشقه يوم الجمعه وما عرفتش اصور لان عبد الله كان بيساعدني وهو كان رافض جدا الموضوع ده. فلو لا ما عادي يا عبد الله، دي حاجه حلوه انك تساعد مراتك، انت شلتي لي السجاد كده، يعني انا حامل عادي. لا ما تصوريش، ما مش مهم النهارده، ما تحرجينيش وما اعرفش او كده. فهي اصلا الشقه كانت نظيفه. كل اللي انا عملته يا جماعه ان انا قعدت امبارح بس، يعني انا امبارح صورت لكم اللي انا عملته بس ما كانش فيه تنظيف خالص. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، طبعا بقى الجو برد وكده، فطبعا كلنا بنبقى تحت البطانية في الجو ده. فالأوضة يا جماعة كانت مقلوبة جدا، لأن أنا بصراحة أكتر الوقت قاعدة في الأوضة، يعني مبحبش أقعد أبدا في الصالة ومبحبش التلفزيون خالص يا جماعة. أنا في الأوضة على الموبايل، وعبد الله في الأوضة برضه على الموبايل بتاعه. التلفزيون ده يا جماعة أنا مفتحوش خالص، أنا يمكن الشهر الوحيد اللي بفتح فيه التلفزيون أتفرج على حاجة هو في شهر رمضان أتفرج على رامز. حتى المسلسلات يعني ممكن مثلا لو أتفرج اتفرجت على مسلسل كده صدفة مع حد وعجبني يعني اتابعه، غير كده لا ماليش خالص يا جماعة، خالص خالص في التلفزيون ولا عبد الله كمان. حتى قبل ما اتجوز وانا كده هو رامز بس اللي بتفرج عليه في رمضان، بس ده اللي بتفرج عليه بس، رغم ان احنا كلنا عارفين ان هم عارفين، بس بنحب نتفرج، ده حاجة اساسية على الفطار. فده الوقت اللي بفتح في التلفزيون بس. طبعا بقى نظفت السرير، وطبعا كنت فاتحة الشباك وشلت الملاية، نظفت السرير كله اللي هو بهوي كل حاجة كده. انا كنت عايزة اغير الطقم ده بس انا بصراحة بحبه جدا، وكمان اكتر حاجة بتدفي، الدفايات التانية ما بتدفيش خالص. انا يا جماعة حاطة كيسين فوق بعض، الكيس اللي تحت ده انا حطاه على طول ما بيشيلوش خالص، لاني ببقى خايفة ان لون المخدة الاساسي يتغير، لان انا المخدات بتاعتي فايبر وكده، فببقى خايفة ان اللون الاساسي بتاع المخدات يتغير، بخاف قوي من كده. فدايما حاطة كيس وفرشة فوقه بقى الكيس بتاع الطقم اللي انا فرشاه عادي. هنا بقى رشيت معطر على السرير، وطبقات البطانية بقى بطبقها هو هفردها على السرير وهرشها معطر. انا يا جماعة بحب جدا المعطر ده جدا، بحب جدا دايما اعمل بالمعطر او الديتول وازود عليهم مية واحط شوية خل، وبحب ارش في الشقة كل حاجة. يعني بصوا لازم كده اللي هو بحب قوي ريحه المعطر وبحب ريحه الحاجات دي قوي. هنا بقى شايفين يا جماعه الكركبه، ده كان ككوله بطيخ مش عارفه امبارح كان نفسي فيها، فعبد الله نزل جاب لي والله يا جماعه شيبسي وشوكليت وحاجات كتير قوي. انا حاسه يا جماعه ان انا هطلع في الاخر حامل في بنت، لان بصوا انا بعشق الحاجه الحلوه. انا يا جماعه طبعا انا دلوقتي حاليا لسالي كام يوم وخلص خلاص، يعني خلص الرابع هبقى في الخامس، يعني كام يوم بس خلاص وهبقى في الخامس. فانا الدكتور حابه يقول لي بنت وحابه يقول لي ولد، حابه يقول لي بنت وحابه يقول لي ولد، فاحنا لسه مش راسيين على حل بصراحه. الدكتور ده مش عارفه ليه مش عايز يقسيني على حل، هو قاعد يقول لي استني هقول لك، استني هقول لك. طب يا دكتور قول لي، عرفني يا دكتور، انت هبله انت ما اعرفش ايه. الدكتور بتاعي هو مش مرسيلي على حل، مع ان انا واثقه ومتاكده هو عارف. هو يقول لي انت نفسك في ايه، اقول له في بنت، يقول لي بنت، ماما تقول له لا بس كل اللي بيحصل لها ده حمل في ولد، يقول يبقى ولد. يا دكتور قولي يا دكتور، مش هقول لك دلوقتي، اللي هو تقريبا عايز يفاجئني، مش عارفه الدكتور تقريبا عايز يفاجئني يا جماعه ولا ايه. انا بقى يا جماعه الكبرتايه دي انا كنت فرشاها امبارح على السرير، الجو كان ساقع جدا، غطينا بيها فوق البطانيه اللي انا حطاها. كل ده ليه؟ عشان ما افتحش اللحاف الفايبر. مش عارفه انا ليه كده، اما افتح حاجتي عبد الله ما تفتحي يا بنتي اللحاف الفايبر، اقول له لا مش هستعمل كل حاجتي، لا انا مستنيه الشتا يخلص عشان اودي البطانيه المغسله وعينها تاني. بصوا يا جماعه بقى انا باجي اكنس، انا حسيت ان كيسه المكنسه اتملت خالص لان حسيتها ما بتشفطش قوي، فانا فتحت المكنسه وجبت الكيسه دي يا جماعه. بحب اعمل فيها ايه بقى يا جماعه؟ انا حاليا نظفتها بس،
علشان اكنس لان كنت بروق البيت. احنا بقى بنعمل ايه يا جماعه؟ ماما دايما بتعمل الموضوع ده وانا متعلمه منها. بناخد الكيسه بنشيلها من البتاعه دي وبغسلها في الغساله بمعطر ونحطها تاني. بصوا بقى يا جماعه على الريحه، ماما ساعات ترش عليها معطر بجد يا جماعه، نظافه كده. عارفين انتوا ريحه النظافه دي؟ هو دي ريحه النظافه دي. فانا بقى ايه، قعدت بصراحه ما كنتش عارفه اركبها، وقعدت بقى ايه العب شويه في المكنسه وبعدين كلمت عبد الله قلت له عملت ايه، يقول لي ندى المكنسه يا ندى ما تلعبيش فيها. اقول لي يا ابني والله ما لعبت فيها، انا شايله الكيس بس علشان بنضفه علشان اعرف اكنس. انا يا جماعه هنا بقى كنت قاعده ايه اكمل تظبيط في المكنسه لان عايزه اعدلها، لما كنتش عارفه اعدلها الاخر ما زهقت بقى ولقيتني وطيت كتير وبطني خلاص وجعتني، اخدت المكنسه كلها على رجلي. بصوا يا جماعه انا بعاني معاناه والله العظيم، اللي هو اصلا انا لو اوريكم كل حاجه من غير مونتاج اقسم بالله بعاني معاناه من كل حاجه، كل حاجه بجد. بس الحمد لله وربنا يقدرنا على كل حاجة. وانا هنا كنت عايزة اتأكد، انا يا جماعة بحب قوي ان المكنسة تكون بتشفط، يعني انا بعلي سرعة الشفط دي على حاجة، انا بحب قوي احس ان السجادة هتتشفط كده، اللي هو عارفين انتوا الاحساس ده، بحس بنظافة كده. انا بقى يا جماعه كنت عماله خلاص لو بتاكد ان هي خلاص ايه يعني اشفطي بقى، والنبي والنبي اشفطي. الحمد لله شفطت اهي. سوري يا جماعه على المنظر ده، بس عشان انا دايما قاعده في الاوضه، يعني السور بجد الاوضه مقلوبه. هنا بقى يا جماعه كنت عماله اكنس تحت التسريحه. بصوا يا جماعه انت هتلاقوني حاطه سجاده بره وسجاده جوه، يعني سجاده تحت التسريحه وسجاده بره. ليه بقى يا جماعه؟ لان طبعا انا لما نقلت واجهني مشكله انا ما كنتش اخده بالي منها، مقاس الستاير ومقاس السجاجيد. بس الحمد لله الستاير مظبوطه شويه، اللي مش مظبوطة عندي بس مقاس السجاجيد، لان الشقة اللي فاتت القديمة كانت ضيقة شوية. طبعا يا جماعة في حاجات كتيرة قوي 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 عايز تظبط في الشقة، بس للأسف انا اليومين دول سايقة على نفسي البخل جدا. هتقولولي ليه؟ هقولكوا عشان في بيبي جاي. فانا يا جماعة شايفة ان طبعا كل واحدة فينا عارفه مقدرات جوزها وعارفه جوزها يقدر يعمل ايه وجوزها ما يقدرش يعمل ايه. احنا كبنات بيكون لنا طلبات، هما بالنسبة لهم الحاجات دي تافهة تافهة قوي، يعني مثلا اي ستيشن، اسبوع، فستان، حاجات للبيبي، العاب للبيبي، شاور، حاجات من دي. بحس جدا ان هم شايفين ان الحاجات دي تافهة، خلينا في الاساسيات وكده. فانا يا جماعه دلوقتي حاليا بقى كل هدفي في الحياه اللي هو البيبي اولا وثانيا وثالثا. فانا بصراحه الحمد لله الحمد لله طبعا الحمد لله انا بقبض من القناه. فانا يا جماعه اي حاجه باخدها من القناه بعينها سايباها كده في الحساب، ماليش دعوه بيها، اللي هو ايه بسيبها للبيبي. يعني انا عاوزه وقتها مثلا، الله اعلم وقتها يكون في ايه، بس انا عايزه وقتها اشتري حاجات كتيره بقى للبيبي. وعارفين انتوا الفرحه الاولانيه وكده. طبعا عبد الله طبعا هو عامل اساسي طبعا، ربنا معاه طبعا في شغله. والله يا جماعه بيصعب عليا قوي لانه هو بينزل كل يوم الساعه 8، بيجي الساعه 8 برضو بالليل وبيجي يتغدى الساعه 3. فبجد والله العظيم ربنا يعين كل واحد، ربنا يعين كل واحد بينزل في البرد ده وبينزل يشتغل. انا بابا كده على فكره برضو، يعني انا بابا بينزل من الساعه 5 بيجي الساعه 6:30. فبجد والله العظيم يا جماعه ربنا يعين كل راجل يعني ايه بيجري على اكل عيشه فعلا. وبس كده يا جماعه. فانا هنا بقى خلاص، انا يا جماعه واحنا يوم الجمعه واحنا بنعمل الصاله، انا كنت مخليه عبد الله يشيل السجادتين ومسحتها بالشرشوبه وهو رجع لي كل حاجه تاني، حتى هو بصراحه اللي كان قاعد يشد الكنب وكده رجعهم لي تاني مكانهم. فانا بدلت السجادتين، حسيت ان دي فيها ورق شجر كده وشجره كبيره وفروع وحاجات، حسيت ان هي شكلها حلو جدا مع الصالون. وحطيت السجاده التانية تحت ترابيزه السفره، حسيت ان دي مظلومه في الجنب اللي هناك، يعني حاسه ان دي كده اشيك. انتوا اكتبوا لي رايكم ايه برضو، يعني عشان انا مش عارفه، اكتبوا لي رايكم. انا حسيت ان هي دي لايقه مع الترابيزه اكتر والتانية لايقه مع الصالون اكتر. فانتوا برضو اكتبوا لي رايكم وكده. انا حاطه يا جماعه فينا مش شايه كده هتلاقوها على البلاط، حطاها في الجنب ده علشان عبد الله ما يجي يدخل ما يدخلش على طول كده، اللي هو رجلك يا عبد الله والسجاده ابيض، فبعد ازعق بقى وكده. وهنا يا جماعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الصالة خلصت اهي زي ما انتوا شايفين الحمد لله. وبصوا يا جماعة بجد طول ما الشقة اساسها نضيف، تنظيفها اليومي سريع دايما. بصوا دي حاجة اساسية حطها في دماغك، عشان انا عاملاها
كويس يوم الجمعة ومسحين وكده، فتلاقوا ايه اللي هو في كركبة بسيطة بس على قدنا دي، هنقوم نلمها بس كده بسرعة مع بعض وبس، احنا نقوم نتنشط كده. الحمد لله خلصنا بقى من الشقة كلها، ندخل فين؟ ندخل على المطبخ. هتعملي ايه النهاردة يا ندى؟ هعمل النهاردة كفتة داوود باشا، انا كل مرة كنت بعملها في الصينية فحبيت النهاردة اعملها تغيير في الحلة. ايه في الحلة؟ اه انا اتلخبطت ليه. اول حاجة بقى يا جماعة، جبت بصلاية وفرمتها في الكبة، وهجيب البصلاية احطها على اللحمة المفرومة، وانا بجيب كيس خلطة الكفتة ده، انا اول مرة اجرب دي، اسمها خلطة الكفتة الحاتي، دي اول مرة اجربها، بس هي على فكرة طلعت حلوة قوي، وحطيت عليها البصلة، وهسيبهم بقى على بعض كده، هعملهم بايدي كده شوية، وبقى بتلاقوني دايما تلاقوني كورتها كده كلها مع بعض في الاخر، وهسيبها بقى شويه في التتبيله دي، بحب جدا اسيبها على قد ما اقدر في التتبيله، يعني انا بطول، يعني ممكن مثلا اغسل المواعين البوتاجاز اتلكع عشان ايه اسيبها شويه كده في التتبيله دي مع نفسها شويه، فده اللي انا بعمله وانا بعملها. يعني هنا بقى خلاص كنت سبتها والحمد لله بقت نظيفه وزي الفل اهو، هنجيبها بقى ونكورها. يا كفته داوود باشا دايما تلاقوها مدوره، بس انا بقعد افتكس واعملها صوابع وحاجات كده غريبة، فانا بقى ساعات لما بلاقيها ما بدأتش تمسك شوية بقوم حاطة على ايدي نقطة زيت، ممكن على فكرة نحطها على الكفتة عادي، بس انا بشوف ماما بتعمل كده فانا بعمل زي ماما بصراحة، يعني انا اي حاجة بشوف ماما بتعملها بقلدها فيها في الطبيخ، يعني اي حاجة، ليه دايما بحس ان اكل ماما مظبوط قوي، يعني انا بعشق اكل ماما يا جماعة جدا جدا بصراحة، اكتر حاجه مفتقداها من ساعه ما اتجوزت، مع اني بروح لها كتير قوي 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 قوي، انا اكتر واحده بتروح لمامتها بصراحه، حتى على فكره مش كل مره بروح بصور، بس انا دايما عند ماما بصراحه، يعني حابه ابات هناك قوي قوي بجد والله. فالحمد لله انا الصينيه خلصت، هندخلها بقى الفرن تتشوى، في ناس بتقليها بتحمرها عادي في الزيت وتحطها في الصلصه وكده، بس انا بحس ان هي تقيله قوي، فايه اللي هو بحاول اخليها خفيفه بحطها في الفرن، حتى تلاقيها نزلت ميه كده، تحسوا ان دي دهون الكفته مش عارفه، بس بلاقيها دايما نزلت ميه كده. انا جبت البطاطس بقى كنت قشرتها وهقطعها مكعبات بقى، طبعا عبد الله كتر خيره اخد السكينه اللي بحبها، مش عارفه ليه، نفسي اعرف ليه بصراحه، بس احنا هنعرف الموضوع ده دلوقتي، ويكون عايز يموتني ولا ايه يا جماعه. فالمهم يا جماعه سايب لي سكينه كده شكلها يضحك قوي، السكاكين بتاعتي كلها من الحلوه يا جماعه، بس عايزه تستنى، كلها حلوه قوي، انا جايبه ليها شنطه السكاكين دي بس كلها عايزه تتسن. فاحنا انا بقى قطعنا ايه البطاطس خلاص مكعبات صغيره كده، انا بحب احط فيها بطاطس، في ناس في ناس ما بتحطش فيها بطاطس، وفي ناس بتعملها في الصينيه، هي في الصينيه حاجه، في الصينيه مع البطاطس العاديه زي صينيه البطاطس دي بتبقى حاجه، واللي في الحله بتبقى حاجه تانية، اللي هي كفته داوود باشا، انا كنت مفكره ان الاثنين زي بعض، بس عرفت من الكومنتات منكم ان دي اكله ودي اكله تانية، يعني انا ما كنتش اعرف الموضوع ده غير منكم. هنا بقى حطيت شويه زيت وهحط توم وهحط كمون وهنزل عليهم بالصلصه واسيبها تغلي شويه، واحط البطاطس واسيب بقى البطاطس لحد ما تستوى خالص، ليه خلاص تستوى، اقوم حاطه الكفته تاخد غلوه بسيطه كده واقفل عليها. فانا هنا بقى حطيت معلقه توم، انا طبعا حاطه التوم في الفريزر، بجيبه اللي هو معمول متقشر ومدقوق كده وحطاه في الفريزر، بيبقى اسهل، يعني اسهل بدل لسه اقعد اقشر واعمل وكده، بيبقى اسهل بكتير. هنا بقى نزلت عليها بالطماطم وهزودها بس شوية مية، حسيت ان الطماطم تقيلة قوي، فحطيت شوية مية كده وهقلبها، وهحط البهارات بقى، بحط انا كنت حاطة في الاول كمون، فما عدتش احط كمون تاني، حطيت ملح وفلفل وشطة، وانا كنت عصرة قرني شطة كده اخضر معاها، فتلاقوني محطتش شطة كتير قوي، يعني انا يا جماعة اول ما باجي احط الملح ما بكترش الملح في الاول خالص، بستنى لحد ما الاكل يخلص شوية وبعدها بجرب ادوقه بقى وكده، لان انا بقى عندي ان الاكل يبقى من غير ملح احسن ما يبقى زيادة في الملح. هنا يا جماعة الحمد لله كانت قربت تخلص، هي يعتبر خلصت خلاص وهغرف، وده الفيديو بتاعي النهاردة، ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتكتبوا لي الكومنت القمر اللي انا بستناه منكم، لان انا بحب جدا 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 الكومنتات بتاعكم، حتى لو في غلط عملته في الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات برضو، وبس كده، وده كان شكل الاكل النهائي، ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، بحبكم قوي، باي.